إكريمة بن أبي جهل لم يذكر باسمه في القرآن، ولكن قصته تلمح إليه في بضع آيات. كان معارضا قويا للإسلام وقاتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عدة مناسبات، ومع ذلك بعد فتح مكة اعتنق الإسلام وأصبح أحد أقرب أصدقاء آل نبي. ولد إكريمة بن أبي جهل في عشيرة بني أمية من قبيلة قريش، إحدى أقوى وأكثر ألقب إلى نفوذا في مكة. كان ولده أبو جهل عدوا مريرا للإسلام وأحد أشبيال معارضين للنبي. نشأ إكريمين كمحارب ماهر وزعيم محترم بين قريش، كان معروفا أيضا بكبريائه وغرورة عن دما بدأ آل نبي محمد فيه. الدعوة إلى الإسلام في مكة، كان إكريمة من أشد خصومه، سخر من رسالة النبي واضطهد المسلمين. قاتل إكريمة ضد المسلمين في معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الخندق، كما كان حاضرا في اتفاق الحديبية حيث حاول تخريب المفاوضات السلامية بين النبي وقريش. بعد فتح مكة في عام 630 مترا، ندرك إكريمة أن المسلمين كانوا من انتصارين وأن الإسلام هو آل دين آل حق. قرر أن يعتنق الإسلام وأصبح أحد أقرب أصدقاء آل نبي. كانت تحول إكريمة إلى الإسلام نقطة تحول رئيسية في تاريخ الإسلام، أظهرة أنه حتى أشد خصوم آل نبي ما كان أن يوجهوا إلى آل حق. بعد اعتناقه للإسلام، لعب إكريمة دورا هما في المجة مع آل مسلم المبكر، استخدم مهاراته العسكرية لمساعدة النبي في الدفاع عن الدولة المسلمة الجديدة. شارك أيضا في فتح الجزيرة العربية. كان إكريمة معروفا بشجاعته وولائه للنبي وفهمه العميق للإسلام. توفي في عام 636 مترا في معركة يرموك. تعلم قصة إكريمة بن أبي جهل لنا عدة دروس هامة، لا يفوت الأوان للتوبة وقبول الحق. كان إكريمة عدوا للإسلام لسنوات عديدة، لكنها في آل النهاية أدرك آل حق وأسلم. لا أحد مستثنى من هدي الله، حتى أقوى وأكثر الأشخاص نفوذا ما كان أنا يوجهوا إلى آل حق. إيجابي علينا دائما أنا نكون مفتوحين لا تعلم وقبول الأفكار آل جديدة. كان إكريمين في البداية معارضا للإسلام، لكنها كان على استعداد لفتح عقلها للحق في آل النهاية اعتنقه. إكريمة بن أبي جهل تذكير قوي بالقوة التحولية للإسلام، تظهر لنا أن حتى أصعب القلوب يمكن أن تذوب بضوء الحق.